السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. اتفضل. بسأل حضرتك يا شيخ عن الدعاء في الركوع وعن حركة السبابة في التشهد الأوسط والتشهد الأخير وأسألك الدعاء لأبي. الصوت شوش علينا. لا حضرتك يا شيخ بسأل حضرتك عن الدعاء في الركوع وحركة السبابة في التشهد الأوسط والتشهد الأخير وأسألك الدعاء لأبي. الدعاء في الركوع الأفضل عدمه، لأن النبي قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. لكن يجوز الدعاء في الركوع أحيانا، كما قال كان الرسول يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما ممكن الرسول لم ينهى عن الدعاء في الركوع، لكن بين الغالب الذي ينبغي أن يكون في الركوع. الغالب في الركوع هو تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل. إشارة فقط، التحريك هكذا وهكذا كله عبث، لا يصح به الخبر، لا يصح الخبر بالعبث هكذا أو هكذا، وإنما هي إشارة. من العلماء من قال إن هذه الإشارة تكون عند الشهادتين، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تلفظت وأشرت والقلب منعقد على ذلك، فحصل توافق من القلب ومن اللسان ومن إشارة. فلذلك حملوا كلام الإمام أحمد على هذا، أنه قال إن تحريكها يعني إشارة بها عند الشهادة أشد على الشيطان من كذا، لأنه تعتبر مؤيدة لكلمة التوحيد بالحركات بالإشارة. أما هكذا ما لها معنى، ورواية شاذة زادها راوي يقال له زائد بن قدامة، خالف ما يقارب 15 راويا، يعني كلهم قالوا عن شيخنا. عاصم الله يرحمه ويسلم عليكم.